السريده الزعيم ذكرتي مجموعه من الامور. كاينه بعد الاشاعات اللي كتقول ان المدرب يقدر يمشي من الفريق. ايضا كاين كيقولوا ان المنخرط ديال المغرب الفاسي كيعاني من مشاكل كبيره، بحال اش المشاكل اللي كيعاني منها مثلا المنخرط؟ قلت المنخرط تاعنا، المنخرط باغي ينخرط ولكن ما لقاش فين ينخرط. نعم هذه بعدا راه جدد مشكله كبيره. نعم فين انخرط؟ فين هي هاد لافيش انا نعمرها؟ ما لقيت حتى شي حاجه. انا براسي مشيت مع مفوض القضاء، جيت اوبليجي نمشي مع مفوض القضاء باش نثبت راسي راني مشيت. وانا تنتمنى يخرج شي واحد يهضر يتستر لنا. نعم وطريقة كيتيوب بحال اللي قلت لك راه ما خصوش يمشي من الفريق، طريق خصو يصبر وفرقته هذه، وغادي يصبر مع فرقته وغادي مزيان مع فرقته. وحنا المصريين كنا حنا باغيين طارق، حنا ديغيغ طارق. نعم اكيد. حنا حتى الفرقة لا خلاها شي واحد، حنا راه كاينين ماليا. وبيان سير المغرب الرياضي الفاسي عنده مواليها. نعم، وفي نظرك انت السي في نظرك شنو هما الحلول باش تسهل عملية الانخراط مثلا؟ يعطينا الحساب البنكي. نعم. ينعمروا لا فيزيون ديالنا ويقولوا لنا راه حنا قبلناها سيروا خلصوا. هادشي راه مازال ما شفناه كاع. انا شي شوف هادشي ما عمري شفته انا في حياتي بعد. انا من تسير في المغرب الفاسي الحمد لله لي زاديزون اللي كانوا تيبقاو تاديرا تيجيو تاديرا يتخلصوا تيدخلوا ما تيكونش مشكل. يمكن تيكون مشكل مع واحد ولا جوج الى طرم. يمكن نمشيو للجمعة العامة كلهم ديال فريق المغرب الفاسي من مروان بناني ولا من بنو حود خالد ولا من المريزي، يمكن واحد ولا جوج تيوقع مشكلة كيبقوا ولكن سي با غاف. ولكن الاغلبية راه كتصوت على الفريق المغرب الفاسي. نعم دابا ما كاين حتى شي منخرط، وتا واحد القدماء كلهم ما بقى حتى واحد منخرط. اللي مشى فيرتا هذه واحد عامين الانخراط ديالو رجعوه له.